أولا في البداية ما تفوتليش الفرصة للتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ محات تورير رئيس جامعة القاضي عياض بالنيابة والأستاذ بالعيد بوكادير نائب رئيس جامعة القاضي عياض على كل المجهودات اللي بدلوها من أجل النهوض والتطوير والرقي بمنظومة التعليم، خاصة وأننا الآن الدخول الجامعي الحالي 2023-2024 كيتصادف وتفعيل ديال تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهذا الإصلاح البيداغوجي كيعرف الهندسة ديال واحد مجموعة ديال المسالك والتركيز على مسألة التمييز من خلال إحداث مراكز التمييز. وكلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة حظات بهذا التشريف وتكليف كذلك كنعتبره في نفس الوقت باش أنه يكون عندها مركز للتمييز. هذا المركز للتمييز اللي بدينا فيه بمسلك مسلك اللي كيتعلق بتدبير الوسائط والشبكات الاجتماعية مانجمنت دي غيزو اي دي ميديا سوسيو، اللي يمكن نقول بأنه تكوين غير مسبوق وهو تكوين فريد داخل جامعة القاضي عياض، بمعنى أن الكلية الوحيدة اللي كتحظى بهذا التكوين وهي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. ومن دون شك أن منح هذه الثقة لكلية العلوم القانونية والاقتصادية كيجي في السياق ديال النهوض بالتعليم العالي في هذا الإقليم اللي كينتمي إلى جهة مراكش أسفي اللي فيها 8 الأقاليم. وحنا دائما في إطار جامعة القاضي عياض نؤمن بأن النهوض والرقي ديال القطب مراكش ما يمكنش يكون إلا ما كانش تطور ديال الأقطاب الفرعية المجاورة، منها قلعة السراغنة، بن قرير، الصويرة، أسفي إلى غير ذلك. وإن شاء الله أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية تتحمل مسؤوليتها كاملة فيما يتعلق بتطوير جودة التعليم العالي، وهذا التطوير اللي من دون شك سيساهم في إرساء ركائز مجتمع المعرفة، وبالتالي نسهم في ذلك المجهود الوطني ديال استثمار الرأسمال اللامادي اللي هو اقتصاد المعرفة من خلال توجيهات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، اللي تم التأكيد وأكد ما من مرة، وهذا جاء بشكل واضح في التقرير العام ديال النموذج التنموي اللي أكد على تحرير الطاقات، وأكيد بأن تحرير الطاقات ما يمكنش يكون إلا ما كانش هناك تحرير ديال التعليم بجودة وبثقة وبصبر وبصمود وبفعالية وبنجاح. شكرا لرجال الإعلام وأخوات الإعلام على كل الدعم وعلى كل الحضور والمساندة لهذه الكلية الفتية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة. وكان عارف بأن هذا عندكم التزام أخلاقي، ما كانش يمكن أنكم ديبلاصاو تجيو من مراكش وتجيو من المناطق المحيطة بقلعة السراغنة للتغطية الرسمية لهذا الدخول الجامعي لولا هذا الحيرة والقلق اللي عندكم باش أن هذه الكلية تطور وتنمى. شكراً.